فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. قسم الله تعالى الناس إلى قسمين: القسم الأول من ثقلت موازينه، وهو الذي رجحت حسناته على سيئاته، والثاني من خفت موازينه وهو الذي رجحت سيئاته على حسناته، أو الذي ليس له حسنة أصلا كالكافر. يقول تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. العيشة مأخوذة من العيش، وهو الحياة. يقال عاش الرجل زمنا طويلا، أي بقي وحي زمنا طويلا. والعيشة هنا على وزن فعلة، فهي هيئة وليست مصدرا. المصدر الدال على الوحدة أن تقول عيشة، وأما إذا قلت عيشة فهي فعلة تدل على الهيئة، كما قال ابن مالك رحمه الله: وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. المعنى أنه في حياة طيبة، حياة طيبة راضية. وراضية قيل إنها اسم فاعل بمعنى اسم المفعول أي مرضية، وقيل إنها اسم فاعل من باب النسبة أي ذات رضا. وكلا المعنى يعني واحد، المعنى أنها عيشة طيبة ليس فيها نكد وليس فيها صخب وليس فيها نصب، كاملة من كل وجه. وهذا يعني العيش في الجنة، جعلنا الله وإياكم منه. هذا العيش لا يمسه فيها نصب، وما هم منها مخرجين، لا يحزنون ولا يخافون، في أنعم عيش وأطيب بال وأسر حال، فهي عيشة راضية.